والآن تتفضل السيدة نائب رئيس المهرجان وفاء ماهر للمشاركة في تسليم الجوائز. في حاجات كتير مطلوبة منها تحت فهنكمل احنا سعيدة كمان النهاردة ابن بلدي في زايد كمان المبدع والمصمم الأزياء مش العربي بس العالمي المبدع كريم عبرو كمان جماعة بقت مذيعة خلاص أنا خلاص خلاص مشيرين النهاردة المذيعة يا جماعة بعد الترند الأول هي بتعمل ترند تاني أنا عايز أقول أنا لبست منه حاجات جميلة جدا وإن شاء الله انتظرونا قريبا هنحضر حاجة تحفة إن شاء الله. أشكرك وأقول لك فخورين جدا بيك منور بلدك شكرا ونسمين بقى خلاص هنا حافظينها ان هي موجوده بقى خلاص بقى هي بتستضيفها يا جماعه كريم تكريم غالي النهارده من بلدك مصر النهارده من الجزائر يا جماعه منورنا كريم عبروف المصمم العالمي والنهارده بيتكرم بجائزه كبيره غاليه للمهرجان للفضائيات العربيه كلمني على احساسك بقى اكيد النهارده احنا طالعين لايف لكل جمهورك اللي بيحبك وتشرف جدا ان اخويا النهارده انا طالع لايف على صفحته لا انا اللي بفخور بيك بتابعك في الجزائر كنت عندنا في الجزائر بلد الثانيه ده انا فخور في بلد مصر الثانيه بلد الثانيه ام الدنيا على هذا التكريم وفرحان مش عارف اقول ايه يعني مش هقول لك يعني حاجه جميله وان شاء الله تبقى عاده وكل الجمهور الجزائري وكل انحاء العالم يعني النهارده يا جماعه يمكن كان المصمم العالمي كريم عبروف كان بيقدم صوره راقيه جدا ان هو سفير لبلده الجزائر سفير باخلاقه سفير باجتهاده سفير بنجاحه سفير حتى بمحبته للناس لما شفنا كل النجوم المصريين وحتى الجزائريين وغير المصريين العرب اخواتنا العرب كلهم بيباركوا لكريم على الجائزه وفرحانين كمان متصاميم ان هم شايفينه طراز فريد من طراز التصميمات العالميه وبيضيف للوطن العربي بشكل كبير انا فخور جدا بكريم فرحان باللقاء الحلو ده اللي جمعنا لكن وحشني جدا 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 وفخور ان هو منور هنا بلده ارضه ان هو مش غريب عن زياره مصر هو دايما متواجد في مصر شكرا كتير ما اعرفش اقول حاجه يعني شكرا اخويا دايما مبسوط ودايما مع جمهورك ان شاء الله مبروك الجزائر باي مبروك الجزائر بص بقى شكرا